عشان معانا العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالشركة الإفريقية، نطمن منه برضو على تنظيم مباراة بكرة. سيادة العميد، ازي حضرتك يا فندم؟ وكل سنة وحضرتك طيب. كابتن اسلام الشاطر، اهلا بحضرتك واهلا بالكابتن عبد الرحمن ناجي والكابتن الكبير عادل طعيمه، اهلا بحضراتكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه نهائي كاس مصر، النادي الاهلي ونادي بيراميدز. اخر التعليمات اللي ممكن تقولها لنا تيسيرا لوجود الجمهور بكره ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله، ده يعني عرس كروي مصري كلاسيكو، طبعا اقدم بطوله هي بطوله كاس مصر. ان شاء الله تبقى مباراه تليق بسمعه الكره المصريه وتليق بالفريقين الاهلي وبيراميدز. ان شاء الله احنا عندنا فتح الابواب واستقبال الجماهير اعتبارا من الساعه 5 بعد العصر. هنبدا بجماهير النادي الاهلي، طبعا مدرج الدرجه الثالثه شمال، وده مخصص لباب صلاح سالم، الباب البحري لاستاد القاهره. ده مدرج الثالثة شمال بتاع جماهير الاهلي، هيدخلوا منه ان شاء الله في سهوله ويسر، ومنه مباشره لابواب الترن ستايل اللي هيتواجدوا من خلالها في مدرج الدرجه الثالثة شمال. بالاضافه الى مدرج الدرجه الاولى شمال، وده مخصص لباب ال رشدان، الباب الرئيسي لاستاد القاهره اللي هو هيتوجه من خلاله الى مدرج الدرجه الاولى شمال. بالاضافه الى الضيوف هيتواجدوا في المقصوره، وبعض الدعوات والتذاكر اللي موجوده في المقصوره برضه هيبقوا برضه من خلال باب ال رشدان. طيب. سيد العميد، هل من الممكن، معلش هو ده سؤال يبان ان هو ملوش لازمه يعني، او ان هو يعني من المفترض ان سؤال اجابته موجوده، ولكن انا حابب اساله لغرض اخر. هل من الممكن ان ممكن حد يخش المباراه بدون فان اي دي وتذكره؟ طبعا يعني طبقا لتعليمات شركه تذكرتي، هو طبعا المصرح ليه بالدخول في محيط الاستاد اللي معاه الفان اي دي والتذكره، ودي بتتراجع من خلال شركه تذكرتي، يعني ما بتبقاش من خلال الشركة الإفريقية. أنا عارف، لكن حضرتك اللي مسؤولين عن التنظيم داخل الاستاد، وبالتالي أنا كان مهم جدا السؤال ده، لأنه يعني هنعود لأمر آخر، ولكن يعني حضراتكم بعيد عنه. هل هناك أي تعليمات أخرى أو أمور أخرى حضراتكم مش عايزين تواجدها في الاستاد من خلال جمهور النادي الأهلي ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي تظهر للجمهور؟ لا طبعا، احنا بنأكد على ان جميع السادة المشاهدين والمشجعين اللي هيتوجهوا ان شاء الله بكرة لمشاهدة المباراة من داخل الاستاد، ان هم يكون معاهم الفان اي دي والتذكرة. أيوة. ومش معاهم الممنوعات اللي ممكن الشركة الافريقية المسؤولة عن التأمين تمنع دخولها. ده يعني سؤال حضرتك هينقلنا الى ايه هو المسموح به وايه اللي مش مسموح به. بالظبط. دلوقتي حضرتك عارف ان توقيت المباراة الساعة 9:15، وتوقيت دخول الجماهير اعتبارا من الساعة 5، يعني توقيت الدخول هيبقى في أثناءه أذان المغرب والإفطار. كل سنة وحضراتكم طيبين. وده اللي هيخلي إن احنا إن شاء الله بكرة جميع أنواع المأكولات أو المشروبات مسموح بدخولها، بس بشرط. الشرط إن المأكولات دي تتواجد في معلبات كرتونية أو أطباق اللي هي الأطباق الفل أو الأطباق الفويل الخفيفة، اللي هي لا يمكن إعادة استخدامها في إلقائها أو قصفها أو إن هي تسبب أذى للجماهير أو المتواجدين في أرض الملعب. يبقى ده سؤال بيهم جميع المشجعين اللي عايزين يجوا بدري، طبعا جمهور الدرجة الثالثة شمال بيتواجدوا من بدري في الاستاد. طيب أنا هفطر إزاي، وهل مسموح إن أنا أدخل بأكل؟ طبعا مسموح إن حضرتك تدخل بأكل زي ما حصل في مباراة الهلال، ولكن زي ما قلنا بشرط إن الأكل اللي حضرتك جايبه هيكون محفوظ في علب كرتونية أو في علب الفل الخفيفة أو في العلب الفويل اللي هي الألومنيوم الخفيفة اللي هي مخصصة لتعبئة الأغذية فيها. مش مسموح بتواجد الأطعمة أو الأغذية دي في معلبات زي مثلا اللانش بوكس، المعلبات اللي هي البلاستيك القوي، أو في معلبات زجاجية، أو في أي حاجة قوية يعني تسبب الأذى لو حدث إن أنا ألقطها من خلال المدرج. طبعا جميع المشروبات متاحة، ولكن اللي هي هتبقى متواجدة في زجاجات بلاستيكية خفيفة وبدون الغطاء برضو عشان ما يعادش استخدامها أو إلقائها من خلال المدرج.
دي بالنسبه للمسموحات اللي هي الماكولات والمشروبات اللي هي محفوظه زي ما قلت لحضراتكم في معلبات او في اطباق خفيفه. طيب هننتقل الى الممنوعات اللي احنا مش عايزين الجماهير يصطحبوها، ويعني انا من خلال برنامج حضرتك بتوجه بالشكر لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي ظهرت يعني التحضر والرقي من خلال ماتش الهلال. الحقيقه يعني لم يتم رصد اي مخالفه من المخالفات اللي احنا بنقولها داخله مع الجماهير. الناس فعلا بقى عندها وعي، جمهور النادي الاهلي بقى جمهور واعي وعارف ايه الحاجه اللي ممكن تاذي ناديه او تتسبب للضرر لناديه ما بيعملهاش، ودي حاجه الحقيقه احنا لازم نشيد بيها ولازم نشد على ايد الجماهير فيها ونقول ان فعلا لا في وعي كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، وده كان ظاهر من خلال المباراه الماضيه بتاعت الهلال. فانا باكد على طبعا ممنوع الشماريخ، ده ممنوع تواجدها لا في محيط الاستاد ولا مع الجماهير، لان دي هتسبب اذى للفريق بتاعك وممكن يعني ممنوعه طبعا، وحضراتكم عارفين ان هي ممنوع استخدامها داخل الملعب. اقلام الليزر اللي هي بتسبب تشويش على اللاعبين في ارض الملعب اللي خرجتنا من كاس العالم دي طبعا جميع الشعلات الحراريه اي حاجه تحدث لهب ممنوعه، الاداه الحاده لو في اي اداه حاده ممكن تسبب اذى للجماهير دي برضو ممنوعه، لو في اي لافتات مسيئه زي تيشيرت مكتوب عليه حاجه او ماده دعائيه، طبعا الكلام ده برضو انا باكد على ان الجماهير عندها وعي بيه ومحدش بيجي بيه خالص في خلال الماتشات وفي خلال رصدهم رصدنا للماتشات اللي فاتت ما حصلش فعلا ان في اي حد من الجماهير كان معاه حاجه من الحاجات دي. فان شاء الله موضوع الممنوعات والحاجه دي انا باكد على وعي جماهير النادي الاهلي وان فعلا الشباب اللي بيتردد على الاستادات بقى هو عنده وعي للموضوع. لكل هذه الامور الحقيقه يظل دائما الحقيقه برضه ظهر في الماتش اللي فات يا كابتن اسلام كان في بعض المشجعين جايبين علب اللي هي الكانز. فدي ممنوع دخولها لان دي خطر جدا. يعني ممنوع دخول المعلبات الكنز او المعلبات الزجاجيه اللي فيها عصائر او اي حاجه اللي هي المشروبات اللي هي العصائر اللي بتشرب تتشرب على الفطار، مشروبات عصائر او غازيه يعني عشان بس اي انواع الزجاجات او العلب الكنز دي ممنوعه. تمام. عموما بالنسبه للبنات في بعض البنات بيبقى حاطين في الشنط بتاعهم البرفيوم والبرفانات الحاجات اللي هي معلبه برضو دي ممنوعه، فانا باكد على الضيوف بكره من جدا. البنات او السيدات سيبي حضرتك الحاجه اللي هي في شنطتك سيبيها في العربيه او سيبيها في البيت ما تجيش بيها الاستاد. النقطه الثانيه المهمه موضوع الاسلاك الكهربائيه والشواحن والباور بانك، جميع انواع البطاريات اللي بتنتج قدره ودي ممنوعه اللي هي الشواحن الباور بانك الاسلاك بتاعه كابل الشاحن او اسلاك الهيدفون، جميع الانواع الاسلاك والتوصيلات دي برضو دي من ضمن الممنوعات اللي مش مسموح دخول بيها للاستاد. عموما نتمنى لكم يا رب دايما تعبانين انا عارف واموركم، ولكن نتمنى لكم يا رب كل التوفيق في تامين هذه المباراه وان شاء الله تكون واحده من احلى واجمل وامتع المباريات ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سياده العميد.